الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم في المحاضرة السادسة من دورة الأوتوكاد التنفيذية. كان المفروض في هذه المحاضرة بحسب المنهج اللي أنا حطيته إن نبدأ بالدور الأول، لكن أنا شفت إنه من الجيد إنه نركز شوية على الأوتوكاد. هتكلم عن بعض الأوامر المفيدة، هقول بعض الأفكار اللي تساعدك في العمل. عندي بس كلمة صغيرة يا جماعة، لا تكبروا الموضوع. صحيح إن الأوتوكاد برنامج كبير، ومعلوماتي إنه أوتوديسك تغطيه في 4 مستويات، لكن سؤالي ألم تكفي المعلومات اللي قلناها سابقا في إنك ترسم مسقط؟ الأوامر اللي أخذناها في رسم الدور الأرضي هي نفس الأوامر اللي حنرسم فيها الدور الأول، هي نفس الأوامر اللي حنرسم فيها الواجهة، وهي نفس الأوامر اللي حننهي فيها القطاع. يعني أنا أراهن عليكم إنكم قادرين ترسموا على الأقل 90% من أي مسقط ممكن يصادفكم، وتقدروا بكل سهولة تحصلوا على 10% بسؤالي أو سؤال شخص يرسم بالأوتوكاد، أو حتى سؤال أوتوديسك نفسها باستخدامك للهلب الخاص بالبرنامج. درس اليوم الأوامر بدون ترتيب، بمعنى أنا حذكر بعض الأشياء المفيدة من هنا وهناك. تعالوا نبدأ. بسم الله. طبعا تذكروا هذا المسقط، وطبعا واضح إني شخص مهمل وكسول لأني ما كملته، لكن أنا متأكد إنكم كنتم أحسن مني وخلصتوا تنفيذية هذا المسقط. أتمنى إن المحاضرة السابقة كانت مفيدة، وتأكدوا إني حطيت كل المعلومات التي يمكن أن تقال حول موضوع التنفيذية. تعالوا نبدأ بأول أمر. لو ضغطنا على نيو حتظهر لي قائمة Select Template، ممكن من خلالها تختار التمبلت الخاص فيك، وبإمكان اللي شغال بالنظام المتري إنه يختار أكاد ISO DWT. في الإصدارات السابقة للأوتوكاد كان الضغط على نيو يظهر لي قائمة Create New Drawing. تعالوا نشوف كيف ممكن نرجعها. نكتب start up enter start up enter ونعطي القيمة 1 enter. الحين باختيارنا امر new حتظهر لي قائمة create new drawing، بامكان اللي تعود عليها وعارف كيف ممكن يتعامل معها انه يستخدمها. كلنا عارفين ان الضغط مرتين على سكرول الماوس يقوم بعمل اكستند للمشروع، وكلنا عارفين انه بالضغط رايت كليك مع شيفت تظهر لي هذه القائمة. تعالوا نشوف كيف ممكن نظهر هذه القائمة باستخدام سكرول. بكل بساطة هنكتب MBUTTON pan انتر، وهعطيه القيمة صفر، راح اقول له انتر. الحين ضغطة واحدة على السكرول حتظهر لي هذه القائمة، ولاني ما احتاجها MBUTTON pan enter 1، فاللي حابب انه يستخدم هذه او هذه الخيار امامه. طيب لو عندك مشروع كبير، طبعا اكبر من هذا المشروع، وحبيت تختار مثلا الابواب او جميع الابواب اللي في المشروع عشان تحركها او تحذفها او تقوم باي عمل، طيب هل حختارها باب باب؟ طبعا الاوتوكاد سهل علينا هذا الامر، لانه بامكاني اختيار اول باب وضغط كليك يمين وحقول له select similar، حلاقي اختار جميع الابواب اللي لها نفس خصائص هذا الباب. طيب ليش ما اختار الباب الاصفر هنا رغم انه يبدو انه في نفس الطبقة؟ يعني الابواب هذه في طبقة الاي دور، وهذا الباب ايضا في طبقة الاي دور، فليش ما اختاره؟ حترك اجابة هذا السؤال عليكم. طيب يا ترى اختيار العناصر بهذا الامر يتم على اي اساس؟ تعالوا نشوف. هنكتب select similar enter، وحختار وحكتب SE اول حرفين من setting enter، حتظهر لي قائمة select similar settings. واضح انه تم اختياره عن طريق الاسم وعن طريق اللي بامكاني اختيار اللي احتاجه واقول له اوكي.
حاجة أحب أضيفها، أني لما اخترت سلكت سيميلر واختار لجمع الأبواب، أني لو حبيت الإلغاء اختيار أو تحديد بعض العناصر حضغط على شيفت وأحدد العناصر اللي ما أحتاجها. طيب لو عندي خط أو بعد مطلوب أني أرسم نفس إعداداته، يعني نفترض أنه أنا في طبقة الوول، أوكي، وحبيت أعمل بعد، مثلا لو حبيت أعمل بعد في الغرفة هذه، طبعا أنا لو رسمت البعد فالبعد حياخد نفس طبقة الوول، لو ضغط عليه حلاقي نفس طبقة الوول بخلاف الأبعاد اللي برا اللي تنتمي لطبقة الدايمنشن. في الحالة هذه حضطر إما إني أختار البعد هذا وأدور على طبقة الأبعاد عشان أحطه فيها، أو إني حختار خصائص هذا البعد وأنقله إلى البعد هذا علشان هذا ياخد نفس الطبقة. طيب الأوتوكاد أعطاني طريقة أسرع وأسهل للتعامل مع هذا الأمر. هختار لو أنا حابب أعمل بعد هنا نفس خصائص هذا، بختار البعد وكليك يمين وحقول له Add Selected. بمجرد ما أرسم البعد هنا حلاقي أن البعد هذا رغم أني في طبقة الرول ولكن أخذ نفس خصائص الأبعاد الرئيسية. نفس الشيء أنا ممكن أتعامل معه مع الخطوط، بإمكاني لو أنا في طبقة مثلا الأبعاد لو رسمت أي خط فالخط حياخد نفس خصائص طبقة الأبعاد، لكن لو أنا حبيت أني أرسم خط ياخد خصائص طبقة اللون طبقة الوول، فبإمكاني أختار الخط كليك يمين Add Selected، أرسم الخطوط اللي أحتاجها. هلاحظ أن الخطوط أنا ما زلت في طبقة الدايمنشن، لكن هلاحظ أن الخطوط في طبقة الأول. طبعا الأمر هذا مفيد جدا. طيب لو عندي مجموعة من الخطوط، طبعا أنا جهزت بعض الأشياء اختصارا للوقت، لو عندي عندي خط، هذا الخط في طبقة الدايمنشن، هذا الخط في طبقة الفورنيتشر، هذا الخط في طبقة الدور، ولاحظوا أن كل خط له لون. لو أضفت كمان خط ودخلته في طبقة التكس، اوكي، نفترض ان جميع الخطوط هذه فوق بعض، طبعا الامر يصلح سواء ان استخدمت خطوط او استخدمت مربعات، لو في اكثر من مربع فوق بعض، لو في اكثر من شكل فوق بعض، بامكاني الان ان عندي الخطوط هذه لو انا مطلوب مني، لو انا حبيت اني استخدم اني اختار خط الدايمنشن، طبعا لان هذا الخط اطولهم، لو حبيت اني اختار الخط الخاص بالدور اللي لونه احمر، بامكاني بالامر الجديد اعتقد اللي تم اضافته لاوتوكاد 2011 اللي هو Selection Cycling، بضغط عليه هلاحظ اني لما توجهت الى الخطوط ان ظهر مربعين متداخلين على جنب مؤشر الماوس، لو ضغطت على الخطوط حلاقي اظهر لي قائمة بالخطوط الموجودة عندي، بس بمجرد ما اشر عليها يتم اختيارها. لو انا حبيت اختار الخط الاحمر حضغط عليه، بامكاني الحين اني احرك الخط، بامكاني اعمل منه كبي، اسوي له روتيت، اقوم باي عمل انا احتاجه، ولو لانه خط لحاله شوفوا لو توجهت لعنده ما حلاقي المربعين ظهروا لانه خط مفرد، لكن هنا مجموعة من الخطوط فوق بعض، لو ضغط عليها كمان بامكاني اختار الخطوط اللي احتاجها، اوكي وهكذا. طيب وانت واقف على الورك سبيس
لو ضغطنا على Alt حلاقي انه في ارقام وحروف ظهرت، الارقام خاصة بالكويك اكسس والحروف تمثل الريبون تابس المختلفة. لو مثلا حبيت تختار قائمة الانسرت حكتب IN حيدخلني مباشرة على قائمة الانسرت. بامكاني بعدين لو حبيت مثلا اختار انسرت بلوك حكتب BI حتظهر للقائمة الخاصة بانسرت بلوك. فلو انت حافظ اختصارات الاوامر هذه فحتسهل عليك كثير من العمل وكثير من الوقت. من ضمن الاوامر المميزة اني لو عندي طبعا خلاص انا ما احتاج، طبعا هو بيظهر لي خطين لان في خط الهاتش والخط المربع المرسوم، انا حلغي هذا. لو عندي منطقة تم تهشيرها ولغرض ما تم تصغير هذه المنطقة، هنلاحظ طبعا انه في زيادات برزت عن المنطقة اللي المفروض ينحصر الهاتش داخلها. بإمكاني إني أشيل الزيادات هذه بأمر سريع EX Extreme Enter، هختار الشكل وحضغط كليك في اتجاه الزيادة المطلوب حذفها، ضغطة برا هنلاقي إنه نظف لي المنطقة. طيب طالما ان احنا تكلمنا عن الهاتش خليني اتكلم عليه بسرعة. لو انا ضغطت الهاتش حتظهر لي قائمة الهاتش اديتر، من خلالها في الباتر ممكن اختار انواع الهاتش اللي مطلوب استخدامها. اوكي ممكن اختار هذا. بامكاني اكبر الهاتش بإمكاني أغير الزاوية، بإمكاني لو هو هاتش ألوان إني أتحكم بالشفافية حتى حنشوفها قدام، بإمكاني إني أغير لونه، اللون هذا أفضل. بإمكاني إني أخلي للهاتش خلفية ملونة لو أضفت مثلا خلفية بهذا اللون. هنلاحظ كمان انه عندي لما اخترت الهاتش ظهر لي دائرة هنا، الدائرة هذه لو وقفت عليها حيظهر لي بعض الاوامر المفيدة. لو اخترت ستريتش تقريبا هو يشبه عمل الموف، ولو اخترت اوريجين بوينت حلاقي انه بيحرك لي طبعا علشان اوزن التهشير بالنسبة للغرفة، حيساعدني الامر هذا كثير. بامكاني اني اختار الزاوية ومن خلال الديناميك انبوت ممكن اكتب الرقم. ممكن اني اتحكم فيها شكلا. اوكي بامكاني اني اغير سكيل الشكل. طيب امر مفيد الحقيقة. طيب لو حبيت ناخذ امر اخر، لو حبيت ان انا ارسم في الغرفة هذه دائرة مثلا على بعد 3 متر من هذا الجدار وعلى بعد مترين من هذا الجدار، اللي كنا حنعمله اني حرسم خط اوفست من الجدار هذا يبعد بمسافة 3 متر وحرسم خط اوفست يبعد بمسافة مترين، وبعد ما ارسم الدائرة حضطر ان انا ارجع احذف الخطوط المساعدة. لكن في طريقة اسهل، اني بختار امر الدائرة بكتب TK انتر، حتوجه الى الجدار هذا وحقول له
هضغط نقطة هنا وحقول له حتلاحظوا الخط المنقط هذا خط وهمي طبعا. حقول له 3 انتر، فالثلاثة واضح انها على الخط هذا. وحقول له من الخط هذا اتحرك بمسافة 2 متر انتر، كليك يمين يبدأ يرسم لي مركز الدائرة، اختار الحجم المناسب للدائرة او القطر المناسب واقول له اوكي. فهنلاحظ انه رسمني الدائرة على بعد 3 من الجدار هذا وبعد 2 متر. عشان اتأكد offset 3 متر وoffset 2 متر، هنلاحظ فعلا انه تقاطع في منتصف الدائرة. طيب نفترض ان عندي شكل معقد، طبعا مش مبنى صغير زي كده، عندي اشكال، عندي مبنى كبير ضمن مجموعة من المباني وانا خايف، عملت هذا الشكل السريع وحبيت ان انا لو اختار الشكل المبنى، فاحتمال اني وانا بختار واختار اختار عناصر اخرى ما احتاجها، ففي امر مفيد بختار الموف وبعدين بقول له دبليو بي انتر. هذا بيسهل لي ان انا ارسم حوالين الشكل اللي انا احتاجه، انا اسميها سحاب التحديد. هلاحظ انه اختار لي اني حددت المساحة، كليك يمين هلاحظ انه اختار لي جميع العناصر اللي تم تحديدها بهذا الشكل. لو انا استخدمت امر الموف وحركت هذا الجزء وحركت هذا الجزء مثلا وبعدين بديت اشتغل هنا، خلصت عملت الابعاد، عملت اشتغلت في المسقط وحبيت ان انا ارجع لنفس الامر هذا، لو ضغطت موف انتر وضغطت بي انتر فهو يقوم باختيار، لاحظوا اختار اخر عنصر تم تحريكه. البي الاختصار بريفيوس يساعدني في اختيار اخر عنصر تم اختياره سواء بالموف او الروتيت او اي امر اخر. طيب لو عندي اكثر من ملف مفتوح بامكاني اني ارتبهم، لو عندي مثلا من فيو وهقول له اختار التايل فيرتيكالي او هوريزونتلي اللي احتاجه، هلاحظ انه قسم لي الشاشة. ممكن اشتغل هنا، لو عندي منظور ممكن اشتغل منظور هنا، خلص ممكن ارجع بالمساقط هنا، خلص ما احتاجها دبل كليك هنا يكبر لي الفيو. لو عندي مجموعة من الخطوط مثلا، لو عندي الخط هذا وهذا بالشكل هذا وحبيت ان انا اخليهم خط واحد، ببساطة هروح لموديفاي هقول له اختار edit بولي لاين، هختار اول خط، هقبل الافتراضي yes، هختار هتظهر القائمة هذه هقول له join وابدأ اختار بقية الخطوط، كليك يمين خلاص انا مش محتاج القائمة هذه، هضغط escape. طبعا لو جيت اخترت الان هلاقي انه اصبح خط واحد. في امر جميل ومفيد، نفترض مثلا ان عندي، نفترض ان هذا جدار وهذا جدار هنا ومطلوب مني اني اخلي البلوك هذا في منتصف المسافة هذه، طبعا واضح ان هذا الخط طويل فمنتصفه هنا فما حينفعني ان فما حلاقي خط منتصف. في الحالة هذه كنا في العادة نرسم خط بينهم وبعدين امسكه من منتصف علشان اقدر ان احط فيها البلوك. طيب
الاوتوكاد اعطاني امر جميل وانا بحرك بلوك وانا ضاغط على شيفت كليك يمين حتظهر لي القائمه هذه حلاقي فيها ميد بتوين تو بوينت حقول له حختارها فحيسالني عن النقطه الاولى وحيسالني عن النقطه الثانيه فحلاقي ان البلوك تم وضعه مباشرة بين الخطين. أمر آخر، هل كل ما أحتاج أن أعمل أن أعرف المسافة بين النقطتين أن أنا أستخدم الأبعاد؟ لا طبعا، من قائمة هوم في اليوتيليتيز حلاقي عندي أداة القياس هنا، هذه حتساعدني سهل علي أن أنا أختار أعرف المسافة بين النقطتين. يظهر لي distance، بإمكاني أعرف الزاوية، بإمكاني أعرف المساحة، الحجم أو أي أمر آخر. أوكي. طيب لو أنا عندي مجموعة من النقط، مثلاً خلونا نرسم مستطيل نقول 5 × 5 مثلاً. طيب أنا عارف إن هذا طوله 5 × 4 معناها محيطه 20 متر، فحقول له حختار أول نقطة وبعدين حضغط حرف الام وحقول له انتر، حبدأ أكمل بقية النقط وبعدين حختار التي أو حضغط انتر لأنه الافتراضي تي، حلاقيه أظهر لي القائمة وقال لي إنه طوله أول محيط 20 متر. خلص اسكيب عشان اخرج من الامر. طيب كويك بروبرتيز، لو انا اخترت الخط هذا ما حيظهر لي شيء، لو فعلت الكويك بروبرتيز حتظهر لي قائمة تعديلات سريعة تسهل علي اعمل بعض التعديلات في وقت قصير. بامكاني ان انا اغير الطبقة، بامكاني اني اغير لون الطبقة، بامكاني اني اغير الطبقة اللي انتمي لها، بامكاني بعض الاوامر هنا. طيب انا ممكن اني ازيد القوائم هذه باني اضغط على الكستمايز فحتظهر لي القائمة هذه. هلاحظ انه في مؤشر هنا على الكارل واللاير واللاين تاب واللينك، بإمكاني اختار مثلا الأوامر هذه كلها وأقول له اوكي. بمجرد ما اختار الخط ظهرت لي كل الأوامر اللي انا اشرت عليها.
الرقم اللي لو قلت له وحدة وحدة فهلاقي انه الواحد فيه يعطيني 12 انش وهكذا. بامكاني اختيار الوحدات اللي احول منها او اليها. استكشفوا الاوامر الموجودة في الآلة الحاسبة فيها اشياء مفيدة. طيب لو عندي مجموعة من العناصر حابب اني اخليها في جروب واحد هضغط جي انتر هتفتح لي قائمة الجروب اسميها اي اسم وبعدين هقول له نيو لازم ادخل اسم اوكي هقول له نيو وابدا اختار العناصر كليك يمين هقول له اوكي تعال نحرك من دون تحريك من غير تحديدهم لاحظوا صاروا في جروب واحد اوكي في طريقة اخرى انا كنت اتبعها اني اختار العناصر طبعا خاص مش محتاج الكويك بروبرتيز هختار العناصر كله كنترول اكس بعدين كنترول شيفت في فينسخ لي اياهم كبلوك اوكي لاحظوا جسم واحد تقريبا نفس عمل الجروب رغم انه في ميزة في الجروب ايضا اكتشفوها طيب بامكاني ان انا كمان الامر تكلمنا في اول محاضرة من الابليكيشن منيو دراونج يوتيليتيز اختار امر البروج هذا طبعا الامر مهم لانه بيحذف لي الطبقات والبلوكات واي شيء غير مستخدم داخل الملف عشان كذا هو مهم لتنظيفه وفي نفس الوقت لتصغير حجمه يعني دائما بعد ما تخلص شغلك حاول انك تستخدم الامر هذا عشان تلغي الطبقات او الاشياء الغير مستخدمة طالما تكلمنا عن البلوك خلينا نتكلم عن امر جميل اخر بس علشان تكون الصورة واضحة خلونا نفترض المسقط هذا اوضح خلونا نفترض ان انا راسم خط فوق الخط هذا اوكي انا عندي هذا الخط وعندي في خط فوق هنا طبعا لانه في نفس الطبقة فانا مش شايفه ففي عندي من سبريس تولز هلاقي عندي ديليت دوبليكيتس هأشر هذا حيفيدني كثير انه بيلغي لي كل الخطوط اللي فوق بعض ممكن أأشر على المسقط بالكامل وكليك يمين اقبل الخيارات اللي هو افترضها اقول له اوكي فهتلاحظوا انه يبدأ يشتغل يحذف لي كل الخطوط اللي فوق بعض الحين لو اروح هنا الجدار هذا مش هلاقي الخط اللي انا رسمته اخر مرة اوكي طبعا امر مفيد جدا لانه بينظف لي الرسم الخاص بي طيب لو اخترت مثلا امر الموف مثلا وضغطت F1 هلاقيه يفتح لي الهلب الخاص بهذا الامر لاحظوا انا شغال اخترت الموف ضغط F1 فتح لي الهلب الخاص بالF1 طبعا على الانترنت عند اوتوديسك اوكي يعني هلب سريع وهكذا مع بقية الاوامر طيب تذكروا علامة القطع الموجودة هنا طبعا الاوتوكاد بيسهل عليا وعامل لي علامة قطع ممكن استخدمها من اكسبريس تولز هلاقي هنا في القائمة في البانل درا هلاقي البريك لاين باختيارها ممكن ان انا اعمل اختار اول نقطة واختار اخر نقطة وبعدين هرجع للمنتصف فهلاقي رسم لي الخط هذا نفترض انه هذا الخط كبير سكيله كبير مثلا فبامكاني اني لما اختار الامر هتظهر لي هنا بعض الامور ممكن اقول له سايز انتر
هو بوينت 3 الافتراض حقه، او هو كان على بوينت 3 فحقول له مثلا خليها بوينت 1 انتر. الحين لما ابدا ارسم وارجع للمنتصف هلاقي انه صار الحجم اصغر. اوكي طيب، ممكن كمان نتكلم عن الامر. نفترض مثلا ان انا ما عنديش هذا الجزء. اوكي، ومطلوب مني اني اخذ البانيو هذا اللي هنا واني احطه بمحاذاة الجدار في المنطقة هذه. اللي كان حيحصل ان انا حاخذ نسخة منه اوديها هنا، وبعدين اعمل له روتيت، وبعدين امسكه من البيست بوينت هذه النقطة واعمل له موف الى هذا الركن. اوكي، ولكن الاوتوكاد ايضا سهل علي الامر هذا من الاكسبريس تولز. كمان امر موف وكابي وروتيت اختاره، هروح اختار الشكل، كليك يمين، حيسألني على البيس بوينت، فانا ممكن اقول له البيس بوينت هنا، حيطلع لي قائمة انا محتاج نسخة، اذا انا حاخذ نسخة منه حوديها هنا، كليك يمين، حقول له روتيت، حضغط F8 علشان اتحرك اتجاه افقي او عمودي ثابت، بعدين حقول له موف. انا طبعا اوريدي ماسكه من البيس بوينت اللي هنا، حقول له موف، حيبدا احطه بكل بساطة، اخلص اكزيت او حقول له سكيب. اوكي، هذا ايضا من الاوامر المفيدة. في امر الحقيقة حاولت اني، لانه احيانا يحصل معك واحيانا ما يحصل، احيانا اذا انت اخذت المسقط هذا وديته ملف اخر الابعاد تتحرك، واحيانا انك في نفس الملف كمان لو حركت المسقط احيانا الابعاد تتحرك من مكانها. انا حاولت اني اجرب بس للاسف ما ظهرت معايا الابعاد ثابتة، عشان كذا لو صادفتك الحالة هذه حتستخدم امر D D A D D A. وبعدين حختار كامل المسقط وحقول له انتر، وبعدين ابدا احرك بالطريقه اللي احتاجها. طيب كنترول 0، لاحظوا بيكبر لي الشاشه، كنترول 0 كمان يرجع لي الشاشه للحجم السابق. نفترض ان انا لاحظوا طبعا المسقط هنا او الرسم هنا دائما بيرسم باتجاه عمودي. لو حبيت ان انا ارسم باتجاه مايل، لو انا عندي مسقط او عندي ارض كل الابعاد اللي فيها بزاوية او كل الجدران اللي فيها بزاوية، في الحالة هذه انا ممكن استخدم UCS انتر، وبعدين Z انتر، هقول له مثلا 45 انتر، هلاقي ان المؤشر وهلاقي ان حتى الشبكة تحول اتجاهها. بامكاني الان رسم الخطوط مباشرة حتكون بزاوية 40، اخذ منها اوفست، اكمل المشروع تبعي، ارسم مستطيل حيترسم بزاوية 45، اي شكل احتاجه الان حيكون بنفس الزاوية هذه. اوكي، نرجع بس للوضع السابق، UCS انتر، Z انتر، اتوقع سالب 45. اوكي طيب، لاحظوا ان الشبكة هنا عبارة عن خطوط. لو حبيت ان اخليها عبارة عن نقط، هروح على شريط المعلومات جريد، كليك يمين، سيتنج، هلاقي عندي 2D موديل سبيس، هقول له اوكي، هلاحظ ان الشبكة تحولت الى نقط.
والارجاع هرجع نفس الامر بقول له اوكي. طيب امر اخر، في بعض المساقط لما تعمل ميرور ام اي انتر للتكس، لاحظوا كيف التكس يعكس اتجاهه. لو انا حبيت اني اعمل ميرور ولكن مع الحفاظ على التكست، في الحالة هذا هستخدم امر mirr text انتر وهعطيه القيمة 0 انتر. الحين لما اجي اعمل ميرور هلاقي انه التكست حافظ على شكله. في حركة مفيدة ممكن نحن نسويها، بإمكاني مثلا أن أختار كنترول A، أختار كل العناصر الموجودة في الرسمة، وبعدين كنترول 1 عشان يفتح لي نافذة البروبرتيز. هنلاحظ هنا كل العناصر تم اختيارها أو الموجودة عندي، عندي 930 لاين، عندي 433 تكس. خلينا مثلا نختار التكس، هذه بتفيدني الحركة هذه بإني ممكن أعدل مجموعة من العناصر بخطوة واحدة، اختار كل التكست. مثلا لو حابب ان انا اغير لون التكست، بامكان ان انا مثلا اختار من الكلر نقول اللون الاحمر مثلا، هنلاحظ ان كل التكست تحول الى لون احمر بكل سهولة. فاشوفوا امكانيات الامر هذا كيف ممكن اني استفيد منه. احيانا الزوم، احيانا بعض الاجهزة لما تيجي تحرك بالزوم تلاقي بطيء عندك، ففي حركة او في امر ممكن يساعد في هذه الناحية، فاكتب VTOPTIOMS انتر واشيل كل الخيارات الموجودة عندي واقول له اوكي. طبعا مش واضح عندي لكن بعض الاجهزة ممكن يحس بهذا الشيء. طيب عشان اعرف اختصارات البرنامج انا ممكن اكتب alias edit، لكن موجودة عندي في الاكسبريس تولز الكوماند aliases. اوكي بالضغط عليه حيظهر لي كل الاختصارات الموجودة في البرنامج، بامكاني اضيف، بامكاني احذف، بامكاني اعدل. اوكي في امر اخر ممكن يكون حد شاف الرمز هذا من التاب الهوم من الدراو بانر، هلاقي الامر ريفيجن كلاود بالضغط عليه. هذا فائدته ان انا بحدد مجموعة في الشكل، واني اشير ان هنا في عندي ملاحظة على المنطقة هذه عشان اللي يتابعني او اللي يراجع يركز على الجزء هذا. طيب هنا مش واضح، بس ان انا ممكن اختاره واشر، اختاره وابدأ احدد مثلا الجزء هذا على اساس انه عندي هنا ملاحظة. طيب انا ممكن اغير الستايل الخط هذا، بدل ما هو خط مستمر ممكن يكون خط بشكل اخر، بامكاني ان انا اختار نفس الامر. اوكي هلاحظ هنا ان عندي ستايل انتر، ممكن اقول له كاليغرافي وابدأ. هتلاحظوا انه اختلف شكل السحابة. اوكي شوفوا ايش الاشكال او الشكلين، اعتقد ما في غير الشكلين دول، فشوف الشكل اللي يناسبك. طيب لو عندي، لو انا اخترت تريم مثلا، عرفنا انه تريم تي ار انتر انتر انه يشيل لي الزيادات هذه. طب لو انا حبيت اني امد هذول الخطين الى هنا، فانا مش محتاج ان انا ارجع عشان اختار امر الاكستند، بامكاني بالضغط على شيفت انه يتحول الى اكستند. فاذا شيفت عند اختيار الامر تريم او امر اكستند، فان شيفت يقوم بالتحويل بينهما.
طيب نفترض ان عندي لو انا حبيت اني ارسم مستطيل مثلا، هلاحظوا انه اركانه قائمة. لو حبيت ان انا ارسم المستطيل باركان معمول لها فلت او مقوسة، فهكتب REC اختصار ريكتانجل، انتر، بعدين حلاقي عندي فلت هنا، هكتب F انتر وادخل القيمة، مثلا هقول له 1 وابدأ ارسم المستطيل، فهلاحظ انه رسم لي المستطيل باركان معمول لها فلت بقيمة 1. طيب بامكاني كمان في نفس الوقت انه اضغط على المستطيل دبل كليك، حتظهر لي قائمة، لو اخترت منها دي كيرف حتلاقي حنحول جميع الفلت الى خطوط شامفر. طيب خليني ارجع. اوكي، لو اخترت فلت انتر وضغطت البي انتر، يعني لو انا مطلوب مني ان انا اعمل فلت لهذا الروك وفلت لهذا الروك، فامري فلت اني لو سويت فلت لهذا الجزء يخرج من الامر، واضطر ارجع للامر عشان اسوي فلت لهذا الجزء وهكذا لبقيت. لكن لو انا حبيت اني اعمل فلت للشكل كله مرة واحدة، فحضغط اف انتر، هختار البولي لاين انتر، هختار الشكل، طبعا ما سوى له شيء لاني اعتقد انه الفلت هنا من الريديوس، نشوف كم قيمته، قيمته صفر، فلو قلنا 1 انتر وبعدين قلنا بي انتر واخترت الشكل، هلاحظ انه مباشرة سوى لي فلت لكل الاركان مرة واحدة. طيب تعالوا نشوف كيف نعمل مساحة للمبنى هذا. عشان اعمل مساحة المبنى هذا انا هاخد الخطوط الخارجية، هاخد نسخة من طيب خلوني اخفي خلوني اكون في طبقة الوول واحاول اني اخفي المحاول لانها تضايقني. سي او انتر، اختار الخطوط الخارجية للمبنى، اوكي هاخد نسخة منه برا، وبأمر الفلت أبدأ الفلت هنا بقيمة، أخذنا نسخة الفلت، بس أغير الراديوس أرجع صفر انتر وأبدأ أعمل فلت. هنا هختار أمر اكستند عشان أمد الجزء، ممكن أمد الجزء هذا وممكن أمد هذا. طيب هلاحظ أن الخطوط كل خط مستقل، فأنا محتاج أن أخليها جزء واحد، فهناخد كمان أمر حلو بي أو باختصار لباوندري، هقول له أوكي، واضغط نقطة داخل الشكل، كليك يمين، حول لي اياه لجزء واحد. طيب عشان احسب مساحة هذا الجزء، يعني عشان بمعنى ان عشان احسب مساحة مبنى ضروري انه يكون بولي لاين، هكتب AA اختصار المساحة، بعدين هختار O اختصار Object واختار له الشكل هذا، فهو يطلع لي مساحته 253. اوكي هذه طريقة حساب المساحة. تعالوا نتكلم عن أمر سكيل وأمر اللاين. نفترض أني أنا عندي المسافة
من النقطة هذه للنقطة هذه 98، لا حنقول مش ممكن، أوكي. وعندي المساحة من النقطة هذه لهذه 8.1 مش عارف إيش، فحنقول مثلا هذا متر وهذا 80، عشان فواضح إن الباب هذا لو أنا نقلته وحطيته هنا إنه أصغر، فكيف أنقله في نفس الوقت يكون مكبر؟ ممكن أستخدم أمر Align، أمر Align في الموديفاي موجود هنا، أوكي، واختصاره AL، أختار الشكل، هختار النقطة الأولى وأوجهها، يعني أنا هختار النقطة الأولى إني هخليها على النقطة هذه، وهختار النقطة الثانية وهخليها على النقطة هذه، هضغط كليك يمين، هقول له يس، هلاقي إنه أضاف لي الباب مكبر مباشرة، أوكي. هذه طريقة. الطريقة الثانية بإني باخد الباب، الطريقة الثانية باستخدام أمر السكيل SC Enter، اختار الباب، كليك يمين، همسك الباب من النقطة هذه، بعدين هقول له R اللي هو Reference Enter، فهقول له كبر لي الباب، هيطلب مني تحديد نقطتين، النقطتين الخاصين بالباب، فهقول له النقطة هذه إلى النقطة هذه كبر لي إلى النقطة هذه أو أي نقطة ممكن تشوفها، أوكي. أعيد الأمر، أختار الباب، كليك يمين، أمسك نقطة علشان تظهر القائمة هذه، R هقول له Reference Enter، فحمسك الباب من النقطتين دول عشان أكبره إلى نقطة أبعد أو أصغره، أوكي. هذا أمر سكيل. طيب خلينا نشوف كيف فين المكتبة الخاصة بالبلوكات الخاصة بالبرنامج. من قائمة فيو هلاقي عندي هنا في الباليت عندي ديزاين سنتر، بالضغط عليها هتطلع لي قائمة كل هذه موجودة البلوكات الخاصة بالبرنامج، هي ضمن عشان تعرفوا المسار في السي بروجرام فايلز اوتو ديسك، بعدين اوتوكاد 2011، وبعدين داخل السيمبل. بامكاني مثلا اختار مثلا هذا واقول له اضغط على البلوك، فهلاقي البلوكات اللي داخلها، اوكي. انا حاجة ما اتفرجت عليها ما عنديش فكرة ايش اللي ممكن يفيدني، اوكي. سيمبل، بس خلينا نشوف مثلا ديزاين سنتر، لو اخترنا هوم او هوم ديزاينر، اوكي، او لاندسكيب، اوكي، وحاضغط على بلوك حيطلع لي بلوكات خاصة باللاندسكيب، بإمكاني إن أنا أخذها وأسحبها لداخل الملف، بس طبعا واضح إن حجمها كبير، أوكي، واضح إن حجمها كبير. أبدأ أصغرها وأبدأ أعدل فيها. وعلى العموم كمان بإمكاني إن أنا بإمكاني إن أنا أدخل من الكمبيوتر وأشوف أفتح أي مسقط مثلا، اي مسقط موجود عندي، هلاقي انه في داخل كل مساقط حتى المسقط اللي انا شغال فيه داخله هلاقي رمز البلوك، هضغط عليه هلاقي مجموعة من البلوكات بامكاني ان انا اسحبها وادخلها عندي في المشروع، اوكي. طيب خلينا نشوف اخر نقطة
طيب قبل آخر نقطة، أنا كنت عايز أشرح أمر الري علشان يكونوا 40 أمر اللي درسناهم اليوم. نفترض أن عندي، بلاش الخط هذا، نفترض أن عندي الشجرة هذه وحابب أن أكررها على خط معين أو مسار معين، فأنا بإمكاني أختارها وبعدين هدخل على أمر الراي، هقول له مثلا أنا الصفوف واحد، الصفوف واحد، أيوة صف واحد، والأعمدة ممكن أقبل بالأربعة اللي حاططها. هيسألني كم المسافة ما بين كل جزء، طبعا هنلاحظ هنا إنه في، طبعا ممكن أقول له 10، ممكن بعدين بريفيو هلاحظ انه تم بالشكل هذا. لو ما عجبني وحبيت اني اكبر المسافة اكبر، ممكن اخليها مترين، اوكي هلاحظ المسافة بين الأعمدة، أنا آسف، المسافة بين ال، لأنه أعمدة كده، المسافة بين الأعمدة لو قلت له 2 وقلت له بريفيو هلاحظ أن المسافة زادت. إذا أوكي خلاص أنا بقبل الأمر، أوكي هذا أمر الرأي بشكل سريع. نرجع لآخر أمر، كيف أنشئ مكتبتي الخاصة؟ إحنا قلنا من فيو هدخل هنا ديزاين سنتر علشان أشوف البلوكات الموجودة في الأوتوكاد، لكن أنا ممكن من التول باليت كمان حلاقي مجموعة من البلوكات موجودة هنا، بإمكاني أسحبها إلى الملف تبعي وبإمكاني أن أنا أنشئ مكتبة خاصة بي. أنتوا تفرجوا على العناصر الموجودة هنا، في أشياء خاصة بالكهرباء، أشياء خاصة بالستركشر، أشياء خاصة، في كمان هات، في أمور كثيرة ممكن استفيد منها. كيف أنا أنشئ القائمة خاصة بي؟ بإمكاني كليك يمين وأقول له النيو باليت، أسميها أي اسم، ممكن بالعربي مكتبتي، أوكي إنتر. بإمكاني الحين إني أي جزء أو أي عنصر ممكن أسحبه عليها، هلاحظ إنه دخل. ممكن يعني اي اجزاء بامكاني بعد كده في اي مشروع افتح فقط التول باليت وابدا انزل البلوكات الخاصة بي. بامكاني ان انا افصل ما بينهم، اد سيبريتر مثلا، بامكاني كمان اني اقول له اد تكست، اسمي مثلا هذه مثلا غرفة النوم او غرف النوم، ابدا احط العناصر اللي ممكن انها تكون داخل غرف النوم، اوكي اشوف تسريحة الدولاب اي حاجة، ابدا اصنف هنا ادوات مطبخ ادوات حمام وهكذا. يعني بامكاني ان انا اعمل مكتبة كبيرة وارتبها بالشكل اللي يتناسب معايا. اعتقد هذا كان اخر امر. طبعا الاوامر كثيرة في الاوتوكاد والافكار عديدة، لكن صعب ان الواحد في محاضرة واحدة انه يلم بكل الاوامر، ولكن انا حاولت بقدر الامكان اني احط اوامر ممكن تسهل علينا العمل. واتمنى تكون المحاضرة مفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.